لا يبدو المشهد الأمريكي بهذه البساطة، ولا بما تداوله ناشطون من مقاطع تهكمية، فنتائج الانتخابات الرئاسية لم تصدر بشكل رسمي، وفوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن ما زال محصورا بما أعلنته وسائل إعلام أمريكي. جوزيف آر بايدن جونيور is elected the 46th president of the United States. دونالد ترامب غاضب وتوجه مع حزبه الجمهوري إلى القضاء للبت بعمليات تزوير وسرقة أصوات محتملة في عدة ولايات رئيسية كميشيغان وبنسلفانيا، في حين لم تحسم بعد نتائج ثلاث ولايات وهي جورجيا ونورث كارولينا وألاسكا. لم يعترف ترامب حتى اللحظة بخسارته، ولم تصدر في المقابل أي نتائج حكومية رسمية، محاولا بذلك إعادة تجربة انتخابات عام 2000 التي انتهت بفوز جورج بوش الابن، رغم أن النتائج كانت تسير لصالح المرشح الديمقراطي ألبرت ألغور. وفي آخر تغريداته يعود ترامب للقول بأنه سيفوز، وفي تغريدة أخرى بأن فريقه يحرز تقدما كبيرا والنتائج ستظهر خلال أسبوع. There will be a smooth transition to a second Trump administration. مشهد الانتخابات الرئاسية يزداد تعقيدا مع تعهد وزير الخارجية مايك بومبيو بعملية انتقال سلسة إلى إدارة ترامب الثانية، وفي تساؤلات الصحفيين حول إمكانية تعاون ترامب مع فريق بايدن لإجراء انتقال رئاسي، عاد بومبيو للرد بأن المسألة لا تتعلق بهزيمة ورفضها أو نقل سلمي للسلطة، وإنما بمسألة إعادة حساب الأصوات القانونية لتحديد الفائز. زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ استبعد أن تكون هناك أي عرقلة أو اضطراب لنقل السلطة، وإن الفائز سيؤدي اليمين الدستوري كما جرت العادة كل 4 سنوات، إلا أنه أكد حق ترامب القانوني بالنظر بمزاعم المخالفات والتزوير حتى آخر لحظة. اصطفاف جمهوري يعود بالمشهد لترامب الذي وصف مؤخرا بالغاضب والباحث عن الانتقام، وهنا يفجر ترامب أولى مفاجآته بإقالة وزير الدفاع مارك إسبر وتعيين كريستوفر ميلر مدير مركز مكافحة الإرهاب بدلا عنه. ومع تلك الأنباء عن عزم ترامب إقالة مديري المخابرات المركزية والفيدرالية، يبدأ بومبيو خلال أيام جولة مفاجئة إلى 7 دول في الشرق الأوسط بما فيها تركيا وجورجيا ودول خليجية محيطة بإيران، وسط تكهنات صحفية بعمل انتقامي لترامب ضد إيران وأذرعها في المنطقة قد تطال حسن نصر الله، أو حتى على أقل تقدير تعقيد مهمات جو بايدن الرئاسية في حال خسارة ترامب رسمياً.